بدأت المهنة دي من سنة كام تقريبا أو شغال فيها بلك الدين؟ 40 سنة. أباً عن جد؟ أباً عن جد. تمام. ابتدت صنع في نفس المكان هنا ولا؟ كنت في مكان تاني قدام شوية يعني بسيطة، ونقلت بقى معمل أكبر يعني. بملح ليمون. تمام. بيقعد على النار قد إيه؟ 5 دقايق. تمام. انت طبعا عارف مقدار الشغل ده، انت بتشتغل فيه من امتى؟ بتشتغل فيه من امتى؟ من زمان. ادينا رقم كده. من 80. من سنة 80. تمام. وبعد كده بيجي يتحط هنا؟ وبعد كده بيبتدي يتصب في القوالب اللي هناك دي. تمام. ممكن توريني طيب؟ زي ما انت قلت لي ملح ليمون وسكر وميه صح؟ وبعد كده بقى بتروح على المرحله بتاعت الصب. تمام. يعني هي دي المرحله الاولانيه، من اول ما بتتحل بالسكر وبعد كده تصب في قوالب وتتفك هنا، وبعد كده بتيجي بقى المرحله عندك على هناك. الاول ما هو بتلزق زي ما عادل ما بيعمل هناك كده، يا بتلزق ازاي بقى؟ طب بعد اذنك بقى. دلوقتي بعد مرحلة اللي هي ما بتتلزق على الخشب بتاعتها بتيجي هنا بتبتدي ان انت تزوقها، بتاخد معاك قد ايه مثلا؟ ما كل حاجة بتاع حجمها يعني، ده ممكن مثلا ممكن ياخد معاك نص ساعة بس. نص ساعة؟ اه كبير ده. تمام. الصغير بياخدش وقت. تمام. طيب انت كنت قلت لي ان انت عملت زواج جديد او حاجة جديدة؟ زواج جديد مثلا حاجة زي كده مثلا. شيخ عروسه برضه مستنيه تعمل لها افطار كده زي العروسه الحريمي كده ولا عروسه حريمي عاديه خالص بس تعمل لها شنب بتعمل لها شنب والعمه والافطان وكده الكلام ده العمه والافطان بلبسها زي الشيخ كده وفي حاجه ثانيه اسمها غجاريه غجاريه بتلبس جلابيه في اللحم مش موجودة بره برضه مش موجودة دي الحاجات دي مش بتستنى دي طبعا زي اللي احنا بنعملها وما بتستناش ليها ناسها معينة يعني طبعا حضرتك المصنع هنا ما بيعملش غير العروسة والحصان بس بس العروسة